اسكت بجوز. ما هو تقييمك لاستعداد المدينة لاستقبال المونديال؟ نحن مصرون للحصول على حق تنظيم مباراة كأس العالم في يكترنبورغ، ليس بصفة المدينة كونها قلب إقليم أورال، ولكن أيضا بسبب موقعها على حدود أوروبا وأسيا، وهذا ما يميزنا. أنت أكيد لاحظت أن المدينة ليست بعيدة عن موسكو، فقط ساعتان بالطائرة و 24 ساعة بالقطار. نعم، ساعتان بالطائرة. هذا إلى حد ما مريح للجماهير الوصول إلى المدينة، كما أن المدينة تستعد وفي انتظار هذا الحدث الكبير. وأهل المحافظة سيفردولفسك يحبون كرة القدم جدا. لدينا فريق اسمه أورال يلعب في الدور الرسمي، والمشجعين يحضرون جميع المباريات. هذا الفريق المفضل لديهم. كلنا في انتظار هذا الحدث الكبير، المدينة تنتظر. أعتقد أنه لفت نظرك لإنشاء استاد المدينة، هذا الاستاد الذي يطابق جميع المواصفات الحديثة، كما أن المنطقة المحيطة بالاستاد مجهزة، وهي ليست مجهزة لكرة القدم فقط، وإنما أيضا موجهة لراحة المشجع من ناحية، ووصول المشجعين إلى الاستاد من ناحية خروجهم من الملعب. وبالتالي كافة أعمال البنية التحتية في محيط الاستاد تم تحديثها من أجل المونديال، إنشاء طرق جديدة، إعادة بناء جزئي للمطار، طرق تم تحديثها. وكما تعرف، أبنية يكترنبورغ تتمتع ببنية تحتية رائعة. هنا توجد أماكن لإقامة المشجع الأجنبي، لدينا العديد من الفنادق الممتازة.